ما در ره اسلام پیمان خون بستیم زنجیر استعمار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل محمد. بما أن الإمام الخميني يتمتع بشخصية فذة ذات أبعاد مختلفة كالعرفاني والفقه والفلسفة والكلام والسياسة، ففكره السياسي جزء من فكره الواسع الشامل، وبكونه مؤسس وقائد نظام يرتكز على العقيدة الإسلامية يتمحور فكره السياسي بداية حول حقل الحكومة والاجتماع. أهم ما يتميز به الفكر السياسي للإمام الخميني قدس سره ما يلي: علاقة الدين والسياسة. من أهم ما يرتكز عليه فكره السياسي هو ارتباط الدين بالسياسة، حيث يمكن القول بأن ذلك حجر الأساس في فكر سماحته. فالاعتقاد بضرورة وجود حكومة والدفاع عن ضرورة وجود نظام سياسي في المجتمع من بين ما يتضمنه، وأثبت سماحته عن طريق براهين عقلية ونقلية إن وجود حكومة في المجتمعات الإنسانية ضرورة لا بد منها. وقد كان أحد العلماء المنادين بوجوب تأسيس نظام سياسي في عصر الغيبة، فالمجتمع في أي عصر حتى زمن الغيبة يحتاج إلى حكومة يتوجب السعي لإقامتها. العدالة هي جزء لا يتجزأ مما كان يؤكد عليه الإمام قدس سره لهداية النظام السياسي اجتماعيا وسياسيا. فقد أكد سماحته خلال سيرته النظرية ومواقفه العملية على أن تحقيق القسط والعدالة من أهم أهداف النظام السياسي في المجتمع، حيث ذكر إن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء ومعهم البينات والآيات والميزان للقيام بالقسط والعدالة الاجتماعية بين الناس. فالحكومة حسب ما يراها سماحته هي وسيلة لتحقيق العدالة والمعنوية في المجتمع، ليكون الإنسان على مسار النمو والسعادة، وإن لم يتحقق ذلك فلا وجود للسعادة والفلاح. الحرية. كانت الحرية من بين الشعارات الرئيسية للثورة الإسلامية، وقد دافع سماحته قدس سره عن ذلك الشعار معتبرا إياه محوريا ليس فقط كشعار ووسيلة سياسية، بل من الحقوق الابتدائية للإنسان، وإن للإنسان حقا في أن يكون حرا، ولا فرق بين ذلك في حرية الإنسان المدنية والاجتماعية أو حريته الشخصية والفردية المتضمنة حريته في الاعتقاد والتعبير، الفكر، الأحزاب والصحافة. وبالطبع لا يمكن أن يكون ذلك بلا حصر، فوجود الحرية في ذاتها ينحصر في إطار مصلحة البلاد، وأن لا تتعرض البلاد إلى خطر ما. إن القوانين الدينية وقوانين البلاد النابعة من الإسلام تحدد ذلك حسب رؤية سماحته. الاستقلال. الرؤية إلى التي نظر بها الإمام إلى الاستقلال وما يعنيه هي أن الاستقلال في كافة الحقول يجب أن يتضمن عدم التبعية، نفي تدخل الأجانب وقطع نفوذهم وعدم وصايتهم، وإدارة البلاد بصورة مستقلة. حكومة الشعب. الدور الخاص الذي يلعبه أبناء الشعب في رسم مصيرهم وتواجدهم المؤثر في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة من بين أركان الفكر السياسي للإمام قدس سره، حيث ذكر إنه ليس في نيتنا فرض شيء على الشعب، ولا الإسلام يسمح لنا
إقامة حكم دكتاتوري. نحن ملتزمون بما يقرره الشعب، حكومة الشعب. الدور الخاص الذي يلعبه أبناء الشعب في رسم مصيرهم وتواجدهم المؤثر في المجالات السياسية والاجتماعية المختلفة من بين أركان الفكر السياسي للإمام قدس سره، حيث ذكر إنه ليس في نيتنا فرض شيء على الشعب، ولا الإسلام يسمح لنا إقامة حكم دكتاتوري. نحن ملتزمون بما يقرره الشعب. الالتزام بالقانون، الالتفاف حول القانون وتطبيقه من المبادئ الرئيسية في الفكر السياسي للإمام قدس سره، فنظره هو تطبيق القانون على أي شخص مهما كان منصبه. الثقافة، يعتبر الإمام قدس سره من أكثر المفكرين تأثيراً في الوقت الراهن في تاريخ إيران المعاصر، ففي نظره إن الثقافة حجر وقاعدة الشؤون السياسية والاقتصادية. كان يعتقد بأنه إذا تم تصحيح الثقافة ونشأ الإنسان بصورة صحيحة فإن كل مشاكل المجتمع تؤول إلى الزوال. فالثقافة حسب ما عبر عنها الإمام هي مصنع لصياغة الإنسان، وهكذا جاء الأنبياء لتحقيق هذا الهدف، ولا يكون ذلك إلا بالاتكاء على الثقافة الإسلامية. الوحدة، الاتحاد والوحدة مما كان يؤكد عليه الإمام قدس سره في عالم السياسة. كان يرى إن انتصار الثورة الإسلامية تحقق في ظل الوحدة التي هي من بركات الثورة. المصلحة، كان يرى سماحته قدس سره إن مسؤولي النظام الإسلامي لا يمكن لهم أن يحكموا حسب آرائهم ونظراتهم أو الإصرار عليها، بل يتوجب عليهم اتباع القوانين الإلهية. إلا أنه يمكن للحاكم الإسلامي حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد وفي إطار حكومته العمل بما فيه منفعة للإسلام والمسلمين. وقد تصرف الإمام كذلك حينما وافق على قبول قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 الخاص بالحرب المفروضة. الدعوة للإسلام وانتشاره، الدعوة إلى مفاهيم الإسلام ونشر معارفه بين الشعوب المختلفة أحد المضامين الرئيسية التي ارتكز عليها الفكر السياسي للإمام قدس سره. فدعوة غورباشوف زعيم الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق نموذج لذلك وجدير بالدراسة. إحياء الهوية الإسلامية، إحياء الهوية الإسلامية كذلك من بين أركان الفكر السياسي ونضال سماحته، فرؤية سماحته ارتكزت على أن رمز استقلال وقوة البلاد سد أمام سلطة القوى العظمى. السياسة الخارجية، من الدراسات الهامة في الفكر السياسي للإمام السياسة الخارجية وكيفية العلاقة مع الدول الأجنبية وطريقة تعامل الدولة الإسلامية في المجالات العالمية والدفاع عن المظلومين والمحرومين في كافة أنحاء العالم، حيث أن نفي سلطة الأجانب من القواعد الهامة في الفقه الإسلامي التي تقوم على أساس نفي سلطة الكفار على المسلمين. وكانت معارضة الإمام قدس سره لسلطة الأجانب والاستكبار تصب في هذا المضمار رحمة الله عليه.